هنتكلم عن أسباب تساقط الشعر بشكل عام. في أكتر من سبب يقدر يخلينا يحصل تساقط الشعر. الأسباب دي ممكن تكون أول حاجة ممكن تكون وراثة، سواء عن طريق الأب أو الأم، وممكن يكون نتيجة تغييرات هرمونية بتحصل للستات ساعة الحمل والولادة، أو الضغوط النفسية وفترة الامتحانات وضغط الشغل والحياة. كل ده بيخلي شعرنا يقع. في كمان الناس اللي بتحب تصبغ شعرها بشكل كتير وبتفرده بمواد فرد كيميائية أو بتحط عليه صبغات، كل ده برضو بيهلك الشعرها وبيوقعها. طيب لو كان السبب وراثة، كده محتاجين ان احنا نتابع مع دكتور جلدية علشان نقلل من تساقط الشعر، لكن عمره ما هيتمنع عشان السبب بتاع التساقط هو اصلا سبب وراثي، واي صلع وراثي او اسباب وراثية بتبقى محتاجة كورس علاجي كامل، لان علاج الصلع ده بيعتبر كأنه علاج مدى الحياة. يعني بمجرد ان انا اوقف العلاج 3 اسابيع ورا بعض ممكن يخلي الشعر يرجع يقع تاني، فلازم ناخد بالنا من النقطة دي ونتابع باستمرار مع الدكتور الجلدية. أما لو كانت مجرد لخبطة في الهرمونات ساعة الحمل والولادة اللي بيحصلوا لكل ست، فدي حلها بسيط. بمجرد بس نعمل شوية تحاليل بسيطة هنعرف الجسم إيه العناصر اللي ناقصة فيه، وساعتها نقدر نكمله بمكملات غذائية أو وجبات صحية وتكون متوازنة لحد ما الشعر يرجع تاني ويرجع زي الأول ويستعيد العافية بتاعته. في عوامل تانية بقى زي الضغوط النفسية، فترات الامتحانات أو ضغوط الشغل، كل دي عوامل بتأثر للأسف بالسلب على الشعر، وبالتالي إنها بتأثر على قوة سمك الشعراية وعلى مدى تحملها للعوامل دي، عشان كده بيحصل إن الشعر بيقع. الناس بقى اللي بتصبغ شعرها بشكل دايم أو بتستخدم مواد كيميائية كتير علشان تخليه مفرود وجميل، أو بتستخدم السشوار والمكوى، كل دي عوامل طبيعي إنها لازم هتأثر بالسلب على الشعر وهتضعفه وهتخليه رقيق وسهل إنه يتكسر أو يتقطع. ده غير كمان إن الحرارة الكتير دي بتأثر على قوة البصيلات وبتخليها تبقى ضعيفة وما تبقاش قادرة إنها تمسك في فروة الشعر. طب إزاي نقدر بقى نتفادى كل الأسباب دي؟ بنسمع دايماً من صحابنا واللي راحوا لدكاترة جلدية إن الدكتور بيكتب لهم على دواء اسمه البيوتين. الناس كتير ما تعرفوش ان البيوتين ده اصلا بيتصنع في جسمنا عن طريق البكتيريا النافعة اللي موجودة في الامعاء، لكن لما بيحصل سوء تغذية او اي مشاكل في الجهاز الهضمي للأسف البكتيريا دي اول حاجة بتتأثر وبتضعف وما بتقدرش تنتج البيوتين بشكل كويس. طيب ايه وظيفة البيوتين اصلا وفايدته ايه؟ البيوتين بيدخل في عملية اسمها التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي ده هو عبارة ببساطة تحويل الأكل والطاقة والجلوكوز مهمين عشان تغذية الجسم، فبالتالي البيوتين بيسرع من حرق الدهون ومش بيسمح لها أن يحصل لها تراكم، ودي حاجة مهمة للناس اللي هي بتحاول أنها تخس أو تقلل من وزنها. ده غير طبعا فايدة البيوتين أنه بيغذي الشعراية، كمان بيحافظ على الغدد اللي بتفرز العرق. طب الغدد اللي بتفرز العرق دي فايدتها إيه؟ طبعا فايدتها انها بتقلل التوتر والقلق وبتحمي من الاكتئاب، ودي فايدة مهمة جدا. البيوتين كمان لقوا ان ليه دور كبير في ان هو بيقاوم وبيعالج الانيميا عشان بيحسن من جودة كرات الدم الحمراء والبيضاء. البيوتين بيحافظ كمان على نمو الشعر وبيمنع السقوط بتاعه. ليه؟ لانه بيقوي البصيلة نفسها، مش مجرد بس الشعراية، لا الجذر بتاع الشعراية نفسه البصيلة بينشطها وبيخليها قوية، وحتى البصيلات الضعيفة أو اللي ما كانتش بتطلع لما البيوتين بيكون نسبته كويسة في الجسم بيخليها تطلع تاني وتنتج الشعر أقوى ومتماسك. طيب لو البيوتين نقص إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هيحصل التهاب في فروة الرأس، والالتهاب ده بيكون دهني، يعني بيخلي الشعر يبقى جاف وفي نفس الوقت مليان قشرة. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نحافظ على البيوتين والعناصر المهمة دي في جسمنا عن طريق ان احنا نحافظ دايما في وجباتنا، سواء لينا احنا او لولادنا كمان عشان نحافظ عليهم، يكونوا فيهم صفار البيض والمكسرات والاسماك والفواكه والخضروات بشكل عام، ونركز اكتر على الفلفل والفراولة والاناناس والبرتقال. كل دول مليانين بالفيتامين سي والبيوتين اللي يقدر، والأوميجا 3 اللي يقدر يحافظ بيهم على شعرنا يبقى قوي ومتماسك. وبكده عرفنا أهمية البيوتين إيه سواء لجسمنا أو لشعرنا بشكل خاص،
وعشان كده أنا بوصيكم إن احنا نحافظ على الأكلات والوصفات اللي احنا ذكرناها النهاردة في حلقتنا تكون دايماً على سفرتنا، ونهتم بيها إن احنا نديها سواء لأولادنا أو لينا احنا شخصياً.